السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نتحدث عن أيام لها تاريخ، نتكلم عن تاريخ التمجيد الأفرنجي، وهذا اللقاء مع أحد الذين امتهن هذه المهنة. طيب تقدم لنا نفسك. أمين علي. يا كابتن أمين، الله يعزك. أنا كنت شايفك بتشتغل الوقت في حاجات جميلة كده، والطقم الرائع اللي قدامي ده. طبعا التمجيد الافرنجي كما نعرف يعني ارتبط بالطبقات الراقيه، لان هناك ما يسمى بالتمجيد البلدي او المنجد البلدي. لا يعني، والتمجيد البلدي اظن انه كاد ان ينقرض كمان. هينقرض اهو بتاع المراتب الجاهزه واللحاف الجاهز. أيوه. ده كله كاد يكون ان مهنه المنجد البلدي يقال انها خلاص. بس حسب الزبون برضك بيحب التنجيد البلدي، بس نسبة قليلة يا فندم، نسبة قليلة. الوقت الشباب كله عاد بيقبل على المرتبة الجاهزة واللحاف الجاهز. طبعا ما أنا نفسي، أنا كمتحدث من مواليد 63، حياتنا ما كانش يتعرف الفرح بالنسبة للمنجد البلدي. أيوة. إلا بتنجيد المرتبة واللحاف، كلام ده عفوا أنت ما توعاش عليه. كان لازم من طقوس الفرح ان يبقى المنجد يجي ويقعد له يومين ثلاثه في البيت ينجد، والناس تبقى فرحانه وتنقطه. صح. حاجات كان من طقوس الفرح. حاجات ايام حلوه والله. ماشي، اتفضل سيادتك. انا كنت شايف ان انت بتشتغل في الحاجات الجميله دي. اتفضل، اللي في ايدك ده اسمه ايه؟ دباسه. نشوفها كده حضرتك. الله، يعني دي مجموعة. كان الأول كنا بنشتغل بمسامير اسمها مسامير طوزة، المسامير الصغيرة. دلوقتي عندنا بنشتغل بشاكوش. كان الأول كان بالشاكوش ده. تمام، الشاكوش اللي هو مدبب الجميل. أيوة ده. أيوه، ده كنا بنشتغل بيه الأول، بس الأيام بقى اختلفت، الصين نزلتنا حاجات زي دي كده بنشتغل بيها. لا والله، أنت بادئ بمعلومة جميلة. يعني كان زمان المسمار والشاكوش. أيوة، ودي دباسة. دباسه مسمار يعني كان في ده يعني الوقت ما عندناش بنشتغل بمسامير والحاجات دي، عندنا بنشتغل بدي بهوا. ثواني، يعني دي برضو حضرتك مسمار شوف طويل يعني. ايوه، في مسامير صغيره شويه عندي كمان. يعني كل دباسه ليها طول معين، ولا انت ممكن تحط فيها دبابيس؟ لا، احط فيها دبابيس صغيره او كبيره عادي. بتصغر المسافه. ممكن احط. طب تحطها ازاي سيادة؟ حط كده يا باشا. ما بتضيقش المسافة دي او حاجة؟ لا، وتشتغل. وبتشتغل. يعني هي متصممة ان حضرتك تشتغل بأي انواع من الدبابيس. حسب الخشب اللي معايا، ممكن خشب كبير. ده جميل، يعني دي دبابيس اقل طول. لا، في اقل 2 سنتي، بس احنا ما بنشتغلش بيها. لا يعني اقصد دي دبابيس صغيرة، ودي دبابيس كبير. دي دبابيس، ودي سيادتك دي خمسة. ودبابيس خمسة، جميلة. دي ثلاثة ودي خمسة. تمام. ده كويس، يعني المكنة اللي مصممها تشتغل أي مسمار. بأي أنواع مسمار. أيوه. حاجة جميلة أوي. ماشي سيادتك كده كشكل. تركب كده، ده إيه؟ تبقى فوق هنا كده. لأنها مسمار، لأن ده اللي هيخترق. أيوه يا فندم. لا تيجي، لو حكتها كده تبوظ الدباسة، ما تدبسش. ده بس دي المعدات دي لانها اصلية لها قيمة غالية. لها قيمة. ودي الكمبرسة اللي احنا بنشتغل بيها. يعني سيادتك قلت لي ده اسمه ايه؟ اسمه كمبرسر. ده اللي بناء عليه بتشتغل الدباسة. الدباسة. يعني هو عفوا ضغط هواء مثلا؟ ضغط هواء. بيشتغل في الكهرباء. حضرتك تبص عليه كده، تحط في الكهرباء كده. تمام. ده اسمه اوتوماتيك، بيتفتح كده. تمام، بناء عليه الدباسه تشتغل. اي ده تشتغل. حضرتك ده اسمه اوتوماتيك، افصله لو انا بتكلم مع حد ولا بتاع بقى بنزله. ربنا يعزك، انت جنتلمان وجميل خالص. تمام، يعني التدبيس ده بضغط هواء. ضغط هواء. انا حضرتك بص، دبسها مسمار، تمسك كده. ايوه، تمسك دي كده
تمام خش كده ثواني ثواني عشان اشتغل. تمام تاني كده شيل حضرتك. تمام تركب هنا تاني كده. يا رب يعزك يا رب يعزك. حاجه جميله. يبقى هي دباسه بالضغط وقفلت. أيوة. تمام اشتغل بقى في اي حاجه بقى معايا. بسم الله ما شاء الله. طبعا دي بتحافظ على الوقت السرعه والمتانه والدقه وحاجات نظيفه. ايوه بس بس يعني انت بتجاري ما يحدث في العالم يعني. أيوة. دي حاجه نظيفه بس الاحسن كان شغل المسمار ايام زمان والشغل ده. الله يعزك اللي هو الشغل اليدوي. الشغل اليدوي اللي يمكن يعوض. ايوه اهم حاجه. بس تصريح جميل منك. صح. ان انت بتعترف رغم ان انت من جيل الشباب الامامير. أيوة. أيوة. بتعترف ان الشغل اليدوي فعلا. كنا بنشتغل بشريط مطاط وسوست. الوقت ما عادش فيه سوست ولا بتاع. عدنا بنحط خشب وبنحط القماش على طول. تمام ما عادش في شغل السوست والحاجه دي. تمام سفنجات بس الاول كان في شغل كرينه وسوست وخش. دلوقتي ما عادش في الحاجات دي خالص. الله يعزك. هنا باظت. الله يعزك الله يعزك. خليك يا حاج. ويبقى عليها دخلاء. يعني عليها دخلاء. انت راجل لك خبره وكده وكده. أيوه. اللي له اللي ملوش عاد بيشتغل. اللي له ملوش عاد بيشتغل في اي حاجه. اي حد بيشتغل بيفتح ورشه. الاول كان لازم واحد يتم السن بتاعه عشان يفتح ورشه ويشيل مسؤوليه. أم لقطة عيل اي عاد صغير بيمشي يحب. ما حدش يقول الكلام ده الا انسان فاهم بيعمل ايه. فانت تشكر. لا 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 والله لا والله اتفضل. وبعدين الانتاج الجميل ده بسم الله ما شاء الله. ده يا باشا. ايوه ده شغل بتاع ايام زمان. واضح دي شغله سوست. ايوه ما حدش عاد بيعمل الشغل ده. الشغل ده جاي عشان تحط له كسوه بس. ايوه كسوه. أيوه. بس وسفنجته قديم عادي. يعني احنا ممكن حسب الزميل اللي هو عاوز ممكن ناخد سفنجي من ده سليم. جميل جميل. مضغوط. حاجه روعه ومنتج نظيف. نغير القماش عادي نلبسه عادي. اما ما عادش في الشغل ده. شوف الشغل حضرتك يا باشا. أيوة. ده الحالي بقى. ده الشغل الحالي اللي هو سفينج. بيجي خشب سفينج. شوف ده كيرينا. دي مش فيه سوست. لا خشب على طول. خشب. لكن ده اللي انت بتقول عليه الشغل القديم بتاعكم الجميل. القديم الله يبارك. الجميل. ما هي سوست جميله. سوست جميله وحلوه اللي هو ايه مريح للي بيستعمل للي بيقعد والمتانه وكل حاجه. ربنا يعزك. يعني شوف ده شغل عادي بقى خلاص بقى الشغل مهنة. اللي هو عفوا ده اللي عاد ماشي الوقت. ده اللي عاد ماشي ان الناس كلها قاعدة بتشتغل. اما الحاجات اللي هي بتعوز الصنعة اللي حضرتك بتقول عليها والاتقان والشغل اللي انت بتقول عليه شغاله جميل جميل. بسم الله ما شاء الله حاجات جميلة. ما عندي شغل ايام زمان. انا داخل وسيادتك قاعد تشتغل. أيوه. بايدك. أيوه. يعني شغل يدوي شغل حاجة راقية محترمة. ايوه. الطقم ده اسمه ايه؟ دي اسمه دي بتاع ايام زمان بقى. ودي اسمها ركنه. لا لا انا بقول على الطقم ده. الطقم ده ما اعرفش بتاع اسمه ايه بس. لا هو ماشي اوكي بس حاجه روعه وراقيه. حاجه حلوه. وده دي الركنه معروفه. دي ركنه. بسم الله ما شاء الله. انا حاسس ان انت راجل فاهم في المهنه ومتقنها. فاذا تكرمت تعرض لنا يعني بعض الادوات اللي انت بتستخدمها. مشكورا. دي مسله بسنين. الله. دي بقى كنا بنشتغل بقى ايام زمان. كنا شوف الكلام الجميل. كنا بنشتغل بقى ايام زمان حاجه اسمها تدريبه القواعد. ايوه ايوه. الخيش في الكرينه بكله ندرب القعده عشان القعده تبقى جميله وحلو. تاني الكلام الجميل ده. ايوه. ما عادش في الحاجات دي. دي بقى بنشتغل بقى مسله معوجه حاجه اسمها تزييك. تزييك من زي حاجه مثلا زي دي كده. دي يعني بتخش من المسله كده تعدي كده المسله تشد تجيب تجيب الحرف الحلو ده مثلا زي هنا كده. تدي له متانه. تدي له حرف ومتانه. ومتانه. انا واخد بالي من حته الحرف. ايوه. شكله ومتانه. اما دي بقى المسله الصغيره دي يعني تشتغل بدي حاجه اسمها لقط. انا ما فيش. بسم الله ما شاء الله. لا انت في صغر في سوق في سنك الصغير ده وبسم الله ما شاء الله بتحيط بالمهنه. ايوه. قادمها وحادثها. مثلا حاجه زي دي كده دي انا لسه مخلصها الوقت حالا. دي المفروض من هنا بلقطها حاجه اسمها لقط. ما انا شايفك وانت شغال. انا لقطتها وبعد كده لزقتها. تمام. دي مسله دي سنها اعدي بقى كده. اللي هو انت بتعمل الوصله الصغيره دي. أيوه. بتخيطها بالبلدي. ايوه. بس هي بلغه الصنعه اسمها لقط. اسمها لقط. ان انت بتجيب دي مع دي. الطرفين بجيبها الخيط ما يبانش. اي لون بعمله ما بيبانش في القماشه. تمام 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 تمام. يعني اللقط
هي عفوا خياطه بدقه، خياطه أيوة متخفيه. ايوه المخفيه. اه تمام تمام تمام، بتسمى لك. لا بسم الله ما شاء الله، انا حاسس ان انا بتكلم مع خبير. ماشي كمل لنا دي كده. خلاص ما عادش فينا بقى كده، احنا بنشتغل بالحاجات دي بس. مثلا دي يعني في حاجه اسمها غرز، غرز في الظهر دي برضو دي كل دي اسمها مسله برضو. دي مسله اسمها مسله بسين. اه تمام تمام دي كده لو في شغل زبون عاوز. تمام يعني المسله حاجه. ماشي نشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك لدعم القناة، وشكرا.